خلينا نتفق في البداية كده ان التجاهل موضوع مثير دايما للاهتمام، وعشان كده انا قررت ان انا اعمل حلقة النهضة. باختصار الحلقة هتكون ايه؟ نسبة او مدى نجاح التجاهل مع كل برج. لو انا قررت ان انا اتجاهل كل برج، النسبة بتاعة نجاحي في الطريقة دي هتكون كام؟ وبالنسبة المئوية. اذا هنرتب الابراج من الـ12 للمركز الاول، اذا مفيش دقة بعد كده، اذا كمان يا ريت تتوقعوا في التعليقات وتكتبوا، لان انا بقرا كل تعليقاتكم وبتعرف عليكم من خلالها، ويا ريت الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه، واللي ما اشتركش في القناة يشترك، ده عشان نفضل متواصلين مع بعض. وتعالوا بينا نبتدي بالمركز الـ12. حد توقع هو الاسد الناري. نسبة الاسد الناري لو انت قررت تتجاهله رجل او امرأة، نجاح التجربة دي معاها تكون ايه؟ 25%. اذا هي طريقة فاشلة مع البرج ده، واسمع واشتري مني، ما تخسرش البرج ده، شوف حاجة تانية غير التجاهل. نعلى اكتر عشان من يعني ما نطولش عليكم في موضوع الحلقة، نوصل للمركز الـ11، اخوه في الطبيعة النارية، برج القوس الناري، نسبته 30%، برضه طريقة فاشلة مع برج القوس الناري. ولكن تعالوا نعلى ونوصل للمركز الـ10 وننتهي من العائلة النارية تماما، لما نلتقي ببرج الحمل اللي نجاح النسبة دي لن يتخطى أبدا معاك نسبة 35%. إذا بشكل عام الأبراج النارية سياسة التجاهل معها سياسة فاشلة لا تؤدي إلى النتائج المرجوة، وليست تلك الطريقة اللي انت ممكن تلفت انتباه الأبراج دي ليك يعني من خلالها. احنا هنستمر في الصعود ونوصل كده لمركز أعلى وأعلى، إذا هنوصل للمركز التاسع. ولكن يا ريت لو شايفين الحلقة دي مفيدة، وأنا شور شايفها مفيدة، يا ريت تدوسوا لايك توصل لبقية أصدقائنا، العكس ديسلايك بس قولوا لي السبب، ما عنديش أي مشكلة. المركز التاسع برج الجدي، حاضر بنسبة 50%. إذا سياسة التجاهل مع برج جدي ربما تأتي ثمارها، ولكن مش النتائج المرجوة برضو بالنسبة لك. يعني نقدر نقول الموضوع 50% والنسبة موضحة نفسها، مش هنتكلم أكتر من كده. أفضل حاجة في الحلقات اللي أنت بتحط فيها نسبة مئوية إن هي بتوفر عليك الكلام، لأن النسبة بتتحدث عن نفسها. 50% مش طريقة فعالة قوي مع برج الجدي، يعني بالعربي ومن الآخر ممكن تلفت انتباهه، ولكن برج الجدي عنيد وممكن يبادلك بأضعاف مضاعفة وتنتهي العلاقة بينكم. حتى التجاهل مع برج الجدي لازم يكون مقنن وما تطولش وما تزودش فيه. واللي بيسأل ازاي اتجاهل وايه التجاهل المقنن، لان في بعض الناس تتجاهل تقطع العلاقات جملة وتفصيلا وما تعبرش الطرف الاخر، فتقوم تخسره والاتنين يوصلوا لحيطة سد، وانا ما بقصدش الكلام ده. هسيب لكم الحلقة بتاعت التجاهل والتقل والغموض كلهم، عن نفسي بشوفهم يعني اوجه لعملة واحدة كلهم مترابطين ببعض. هسيب لكم رابط الحلقة دي في وصف الفيديو اول تعليق، يا ريت تشوفوها عشان تكتمل الإضافة أو تكتمل المعلومة. يعني بجد أكتر وأكتر نوصل لبرج الدلو الهوائي. وما أدراك ببرج الدلو الهوائي، مش الطريقة الناجحة أوي مع برج الدلو هي التجاهل، ممكن عشان برج الدلو برج يعني بيفكر وبرج ذكي وبيحب التفكير، ممكن لوهلة في البداية تلفت انتباهه. هو النسبة نجاح النسبة مع الدلو 55%، ما تستحقش العناء من وجهة نظري، وما عندوش صبر وممكن يقلشك وينساك ويعيش حياته. هو بيحب ان هو يكون رايق، وقلنا قبل كده ان برج الدلو هو البرج الرايق، واحلى مسا واحلى تحية مني على البرج الرايق. يا ريت كمان يعرفونا بنفسهم في التعليقات كام برج دلو معانا، لان بشوف تفاعلهم قليل شوية في القناة. 55% الجد من اول برج الميزان، الشغل الصح في موضوع التجاهل من أول صاحب المركز السابع اللي عنده 60%، اللي هيتعامل بالسياسة دي مع الميزان عنده فرصة نجاح بنسبة 60%. تؤثر في برج الميزان رجل أو امرأة، تشغله، تشغل فضوله، تشعل فضوله، تشعل حماسه في البحث عن شخصيتك وخفاياها وأسرارها. تقل غموض تجاهل، قلت قبل كده هم يعتبروا كلهم معانيهم قريبة قوي من بعضهم، ده ممكن يجيب لك نتيجة إيجابية قوي مع برج الميزان. نخش في الجد أكتر وأكتر، نصطدم بأول برج مائي في حلقة النهاردة، وهو برج السرطان اللي بيجي في المركز
السادس بونت واحد، نقطة واحدة عن برج الميزان، 61% لحاجة واحدة، إن برج السرطان من أكتر الأبراج اللي محتاجة اهتمام أوي أوي أوي، يعني ممكن نقول اهتمام زيادة شوية بس مش أوفر، يوصل لمرحلة الدلق. إذا 61% نتيجة فعالة مع برج السرطان، بس يا ريت يا ريت عشان تكتمل الإفادة تربطوا الحلقة دي بحلقة التجاهل اللي أنا سايب لكم رابطها عشان تعرفوا إزاي تتعاملوا في فلسفة التجاهل دي. نخش في الجد أكتر وأكتر، نوصل للمركز الخامس، وما أدراك بالمركز الخامس في حلقة زي حلقة النهاردة. الجوزاء بيتربع على عرش المركز الخامس بنسبة 65% فضول برج الجوزاء، وان هو برج ما بيحبش اي حاجة تعدي من تحت ايده، او ما يكونش ملم بكل حاجة، او ما يكونش فاهم ولا دريان ايه اللي بيحصل ورا منه او جنب منه او قدام منه. مفيش مشكلة، الجوزاء بنسبة 65% ممكن سياسة التجاهل تنجح بنسبة 65%. من أول برج الحوت اللي بيجي في المركز الرابع تعتبر الطريقة دي فعالة وناجحة، ونقول كده واحنا مستريحين الحوت نجاح الموضوع معاه، أو موضوع التجاهل يصل ل 70%، ومن أحد الأسباب القوية اللي ممكن تخلي برج الحوت انتباهه يلتفت ليك او يركز معاك او يشوف ان انت شخصية مهمة، او فضوله حتى يخليه ان هو يحاول يقرب منك. مع برج الحوت التقل مطلوب والغموض شوية مطلوب، اذا تقل وغموض ممكن تحت العنوان الكبير او المسمى الكبير التجاهل. مع برج الحوت ممكن يكون النتائج كويسة وجيدة، ومطلوب ان انت يكون عندك لمسة وسنة من موضوع أو الموضوع بتاع حلقتنا. نخش في الجد أكتر وأكتر، حد توقع المركز الأول؟ طب حد بيكتب؟ يا ريت تكتبوا وتشاركوني، إحنا عيلة واحدة. المركز الثالث برج الثور الترابي، 75% نسبة عالية وعالية، ومع برج الثور ممكن برج الثور يحاول إن هو ما يبينش، يحاول إن هو ما يعترفش إن الطريقة دي أثرت فيه، بس أنا بقول لك بيني وبينك من وراه كده إن هي هتكون مأثرة قوي فيه، وبتخليه من جوه قايم نايم بيفكر في السياسة اللي انت بتتبعها معاه دي وراها ايه، لانه برج بيحب التقيل وبيحب الغامض، وبرج كمان بيشغله الشخصيات دي وبيحب ان هو يقرب منها ويقربها لحياته ويتعرف عليها، وكل دي في الاخر كفيلة ان هي تعرفك وتأكد لك ان سياسة التجاهل المقنن حط تحت دي 100 خط ناجحة جدا مع برج الثور، وصلت نسبة النجاح ل 75%. المركز الثاني، وما أدراك بالمركز الثاني، حد توقع؟ هو برج العذراء التراب. لا يمكن أبدا تلفت انتباه برج العذراء رجل أو امرأة لو أنت ما بتتمتعش بالصفة دي، أو ما بتتعاملش من حين لحين على الأقل بيها معاه مطلوبة. يعني نقدر نقول ان هي واجبة في تعاملك مع برج العذراء اللي بتصل نسبته، نسبة نجاح الفلسفة دي معاه ل 80%، وهي نسبة مرتفعة جدا، وقلت قبل كده النسبة موضحة نفسها اوي. رجل او امرأة متصدر الترتيب الكبير بتاع الليلة دي كلها، اللي بيجلس على عرش الابراج كلها في حلقة النهاردة، ضاربا لنفسه اعلى نسبة بين كل الابراج نجاح لو انت استخدمت مع السياسة دي، ويا سلام لما تكون فاهم وعارف انت بتعمل ايه. هو برج العقرب المائي رجل او امرأة في المركز الاول في حلقة النهاردة بنسبة مرتفعة جدا، تصل نجاحها او نسبة نجاحها ل 85%. لا يمكن ابدا ان تستميل وتستهوي وتقرب وتعجب من برج العقرب لو انت ما بتتمتعش بالسياسة دي على الاقل برضو من حين لاخر. احنا في حلقة النهاردة يعني نقدر نقول قدمنا معلومات مهمة قوي، على الأقل نقدر نقول خطوط عريضة لأي حد في علاقته بيتعامل مع الأبراج دي. انت لو يعني مزود في موضوع التجاهل قوي وشفت في حلقة النهاردة اللي انت بتتجاهله برج ما ينفعش مع الطريقة دي، لين الموضوع شوية، لم العملية شوية، خففها شوية، ولو انت شايف ان برج يعني محتاج من حين لآخر تجاهل وشايف نفسه عليك، اذا اصبح واجب ودي لمصلحتك، عايز تاخد بيها خد، مش عايز احنا بنقدم لك النصيحة او بنقدم لك القرار في النهاية ليك. يا ريت تكتبوا لي اراءكم في حلقة النهاردة، بكون سعيد جدا بمشاركاتكم وتعليقاتكم، لان بحب ان انا
اقراها. قناتنا التانية للفضفضة يا ريت تشتركوا فيها، الانستجرام الفيسبوك، اللي عايز يتواصل معايا، عايز يستفسر، عايز ان هو يبعت لي اي حاجة، كل الروابط دي مع حلقة التجاهل المقنن في وصف الفيديو واول تعليق. تشرفوني جدا بالانضمام والاشتراك فيها. احنا موعدنا الساعة 8 بتوقيت مصر كل ليلة، بعتذر عن التأخير. النهاردة قناتنا التانية للفضفضة الساعة 9 بتوقيت مصر، والى اللقاء، وهتوحشوني وان شاء الله نلتقي.